انا ورئيس الجمعيه قال بلي هذه الطبعه الاولى، يمكن في سبتمبر ولا اكتوبر نعاودوا نديروا الطبعه الثانيه مادام كل التلاميذ والاساتذه طلبوها، احنا نلبوا لهم الرغبه تاعهم ونعاودوا نعرضوا للفنانين هذه، وان شاء الله تكون حفل اكثر من هذا. الحمد لله الفوز تاعنا في هذه المسابقه في ولايه ميلا، شكر لكل المسؤولين والمنظمين، والحمد لله اللي رزقنا ربي المرتبة الأولى. الحمد لله كان عندنا اليوم الفوز بالمرتبة الثالثة. صراحة كانت المنافسة قوية رغم العدد الكبير، لكن كان هناك إيمان أنه ولو قليل أنه نخدمه ونتقنوا العمل ونخلوها على الله الحمد والحمد لله. إحنا واش يهمنا دخل الاحتكاك بالفنانين أول حاجة، وتبادل الخبرات، هذه هي. والمهم حنا خدينا كما نقول لمسه تاعنا بطريقه فنيه للتلاميذ الاطفال، يعني رساله تفيدهم كما نقولوا في المستقبل، تفيدهم في حياتهم اليوميه والمدرسيه.